وياه بشام امشي، واثناء المشي يد الحصان من قدام الشرس خلينا نقول او الركبه طقت البطه او الساق من ورا، فتعكرفت عكرفه بسيطه يعني، هو وقف ساعد ورجع ورا. بس انك لما تعكرفت انت ثبت يدك اليسرى عشان تثبت نفسك، يعني عثرت فيدك اليسرى راحت باتجاه كتف الحصان الخارجي المعاكس لك عشان تثبت نفسك. انت فقط سويت حركه لتثبيت جسمك. من يوم هو حس ان يدك راحت باتجاه كتفه وقف تقريبا كم درب خطف سوى، كان توطك على طول او لعب او شنع واستغل الفرصه دي عليك. هذه يقودني النقطه كنت ابغى اتكلم فيها، يعني موضوع في الركوب تكلمت عنه سابقا، موضوع نقطه الارتكاز امس، ان تكون في النص، فانت لو الحصان يندفع قدام ثم يرجع لمواكبتك اللي هي مكان جلوسك، يوخر يمين او يسار يرجع لمواكبتك اللي هي مكان جلوسك، فلو انت غيرت الوضعيه حقتك بغيت تخب او بغيت تهدب يرجع للوضعيه الجديده ما يرجع للوضعيه القديمه اللي ما شاف المقطع يرجع له. هذا ينطبق في الجود ايضا، وانت قاود الحصان وخر عنك مواكبتك له تخليه يجيك. طب لو جاك وتجرع عليك مواكبتك له تخليه يوخر عنك، لو اندفع قدام مواكبتك له تخليه يرجع ورا يرجع لك، لو رجع ورا وسحب نفسه وحرن مواكبتك له تخليه يندفع قدام ويجي جنبك. فاللي يصير مواكبتك للحصان بشكل صحيح تخليه يرجع لنقطة أو مركز الارتكاز اللي هو في الركوب على ظهر الحصان وانت جالس، واللي هو في قود المكان اللي تمشي فيه. في الركوب الخاطئ الحصان لو تلاحظ هو اللي يغير مركز الارتكاز، مرات يخليه تمشي هنا، مرات يخليه تمشي قدام، مرات يمشي ورا، هو يقرر وين انت تكون ويتصرف بناء على المكان اللي قرر لك اياه. في الركوب الصحيح في القفل لا شك انه في ثبات ايضا، لكن الثبات مشروط بقيود معينه، يعني نعم امشي معك بالشكل المطلوب، ولكن ممكن الحصان يجبرك اجبار انك تغير مكان الارتكاز ثم ينتقل له، يعني فرضا انت قاعد تمشي جنبه او قدامه او وراه وماشي موزون، ثم فجاه خاف وجف الحصان مشى قدامه واضطرك تروح معه، او جاء عليك واضطرك توخر عنه او وخر عنك واضطرك تروح معه، فالتزليق لا يمكن يتم الشيء ده، ولو تم بالنهايه بترجع لنقطه الارتكاز، يعني بيكون بشيء موضوع اختلاف يد الوقوف، بيكون شيء اقرب اللي انت من اللي هو يبغاه، اقرب نقطه ارتكازك انت اللي تبغاها من النقطه اللي هو يبغاها. فمواكبتك للحصان الصحيحه في الجود والركوب تعني مدى انا مدينه الشعر، المثل اللي قلته حق جرير شاعر من يساله ولده او سال احد النقاد قال من اشعر مضاعف ايش رايك في فلان وعلان، يسال عن شعراء كثيرين من القيس كذا كذا، فمدحهم كلهم بما اشياء قويه، حتى اللي كانوا عنده مشاكل معهم زي الفرزدق زي الاخطل وغيره. فباخر شيء رجع له قال طيب انت شبقت لنفسك؟ قال انا مدينه الشعر منها خرج واليها يعود. صنع عن صحه كلامه من عدمه، لان شاعر يمدح نفسه فمدح نفسه كذاب، لكن قصدي الفكره اللي بوصل لك اياها انها تنطبق في الخيل، انك انت مدينه المواكبه كطريقه كشخص كيد، فهو الحصان يطلع منها لكن يرجع لها، طلع منها قدام بس رجع لها، طلع منها يسار رجع لها، طلع منها يمين رجع لها، طلع منها وراء رجع لها، شنع رجع لها، قمص رجع لها، انطلق رجع لها وقت ذلك.